السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل اليوم بإذن الله الدرس الطرح ضمن العدد 18 من مادة الرياضيات للصف الأول الأساسي. في الحصة السابقة كان الدرس صفحة 53، اليوم سوف نكمل صفحة 54 بإذن الله. سوف نبدأ بعرض الشرائح. سوف نحقق الأهداف التالية في هذه الحصة بإذن الله: أن يجد التلاميذ ناتج عملية الطرح من خلال التضليل، أن يكتب التلاميذ جملة عملية الطرح بصورة صحيحة سليمة. والآن سوف نمثل عملية الطرح من خلال التضليل، وذلك من خلال طرح 18 ناقص 16. لدينا هنا 18 مستطيلا، نريد أن نضلل 18 تمثل المطروح منه، والستة عشر تمثل المطروح. سوف نطرح 16، نضلل 16 مستطيلا، 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. إذن بقي لدينا مستطيلان لم نضللهم. إذن ناتج الطرح 18 ناقص 16 هو العدد 2. وسوف نكتب العدد 2 يا أطفالي يا حلوين هنا بهذه الطريقة. إذن 18 ناقص 16 هو العدد 2. سوف ننتقل إلى الشريحة التالية. الشريحة التالية تمثل أيضاً عملية الطرح ضمن العدد 18، 15 ناقص 11. لدينا هنا 15 رأس قلب حب أحمر، نريد أن نستخدم طريقة الشطب. 15 تمثل المطروح منه، والعدد 11 تمثل المطروح. نريد أن نشطب 11 من هذه الأشكال: 1, 2, 3. أتمنى من التلاميذ المتابعين أن يتعاونوا معي ويبدأوا بالعد: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. إذن ناتج الطرح يمثل العدد الذي لم يتم شطبه. نستنتج هنا أن العناصر التي لم يتم شطبها عددها 1, 2, 3, 4. إذن 15 ناقص 11 ناتج الطرح يساوي 4. نكتب هنا العدد 4. إذن استخدم الممحاة حتى نكتب العدد 4 بصورة صحيحة. إذن ناتج الطرح 15 ناقص 11 يساوي 4. 15 هو المطروح منه، والأحد عشر هو المطروح، وناتج الطرح يساوي 4. ننتقل إلى الشريحة التالية. الشريحة التالية تمثل أن نريد أن نطرح الآحاد من الآحاد والعشرات من العشرات. لدي عددان، العدد الأول 19 يتكون من 9 آحاد و10 واحدة. العدد الأول يتكون من 9 آحاد وضعناها في خانة الآحاد، و10 واحدة وضعناها في خانة العشرات. العدد الثاني هو 13 يتكون من 3 آحاد و1 عشرات. إذا طرحنا 9 ناقص 3، 9 ناقص 3 باستخدام الأصابع أو ذهنياً يا حلوين، يكون الناتج 6. 9 ناقص 3 يساوي 6، و1 ناقص 1 أيضاً يساوي 0. إذن الناتج 19 ناقص 3 هو العدد 6. نريد أن نكتبها باللغة العربية، نستخدم العربي. بإذن الله سوف نستكمل
الشريحة التالية. الشريحة التالية وتلك باستخدام الكتاب المدرسي صفحة 54، الرجاء من التلاميذ المتابعة وفتح كتبهم على صفحة 54. نريد أن نحل هذه التدريبات بطريقة ذهنية، نستخدم الذهن والخيال. 11، أحسب ذهنيا وأكمل جمل الطرح. 11 ناقص 1، نريد يا حلوين أن نتخيل 11 ناقص 1، الجواب هو، هيا نعطي فرصة للتفكير، كم الجواب؟ الجواب هو 10، أحسنتم. وأيضا 12 ناقص 2، نريد أن نكتبها، 11 ناقص، أريد أن أحل معكم الأولى والباقي أريد أن تطبقوها حلا بأيديكم على كتبكم الدراسية. 12 ناقص 2 أريدنا أن نحلها أيضا ذهنيا، هيا نفكر. إذن 12 ناقص 2 أيضا 10، والباقي أريد أن تحلوها لوحدكم. 13 ناقص 3 و14 ناقص 4، 15 ناقص 5 و16 ناقص 6. التدريب رقم جيم، نريد أن نتعلم كيف نجد المربع السحري الثاني. نجد المربع السحري الثاني بوضع العدد الأول في رؤوسنا، كما تعلمنا سابقا أن الرأس يسع العدد الكبير، نضع 17 في رأسنا ونبدأ نعد بشكل تنازلي هكذا، 17 16 15 14 13 12 11 10. كم أصبع عدينا؟ نعدهم يا أول، كم أصبع؟ 7. إذن إنه يكون الجواب 7. إذا كتبنا هون 7 يا حلوين، 17 ناقص 7 يساوي 10، أحسنتم. طيب كيف نجد المربع السحري الأول؟ وذلك كما تعلمنا سابقا بوضع إشارة زائد صغيرة فوق اليساوي هكذا، تصبح 8 زائد 10 كم؟ هاي سهلة، تعلمناها وحفظناها ذهنيا. 8 زائد 10 يساوي 18، أحسنتم. وأريد أن تطبقوها حلا على الكتب، وأتمنى من الأهل الكرام أن يضعوا مسائل إضافية تثبيتا لهذه التدريبات. نكمل عرض الشرائح. الشريحة التالية تمثل أيضا تدريب من الكتاب صفحة 54، وهو التدريب السابع، ويقول لنا في مقص في المدرسة 17 فطيرة من الجبن والزعتر. إذا كان منها 6 فطائر من الجبن، فكم عدد فطائر الزعتر؟ نريد أن نحل هذه معا، والمسألة التالية تحلوها كواجب على كتبكم. في مقص في المدرسة إذن 17، إذن العدد المطروح منه، نكون جملة الطرح، تتكون جملة الطرح من المطروح منه ناقص المطروح يساوي ناتج الطرح. كم هو العدد المطروح منه في مقص في المدرسة؟ نأخذ أكبر عدد المطروح منه دائما يكون هو هنا، نكتب العدد الأول المطروح منه يكون دائما هو العدد الكبير، أكبر عدد، أكبر عدد هون هو 17. طيب نظبطها، المطروح منه هو العدد 17، اكتبها صح، سبعة عشر المطروح منه ناقص المطروح وهو 6، العدد 6. إذا 17 ناقص 6، كيف نجد ناتج الطرح يا حلوين؟ نضع العدد الكبير في رؤوسنا وهو العدد 17 ونبدأ نعد تنازليا، يلا نعد سوية، 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6. إذن كم أصبع عدينا؟ 11.
ويوجد أيضا طريقة أخرى، نطرح الآحاد من الآحاد كما درسنا في الصفحة رقم 53 بوضع هكذا، نصل بين الآحاد والآحاد، هنا 7 آحاد و6 آحاد، 7 ناقص 6، 7 ناقص 6 يكون الجواب هو 1. يوجد في العدد الأول عشرات وهو الواحد، ولا يوجد عشرات في العدد الثاني، إذن كنا نسميها في الصفين نسميها اليتيمة، ننقلها هنا ويكون الناتج أيضا 11. إذن هناك طريقتان، ممكن أن نستخدم طريقتان، إما أن نطرح الآحاد من الآحاد واليتيمة نضعها في منزلة العشرات لأنه لا يوجد لها، العدد الثاني لا يحتوي على منزلة عشرات، أو نضع الكبير في عقلنا ونبدأ نعد تنازليا حتى نعد 11 إصبعا، ففي هذه الحالة بذلك نكون جملة الطرح، المطروح منه ناقص المطروح يساوي ناتج الطرح، 17 ناقص 6 يساوي 11. نستكمل عرض الشرائح. الشريحة التالية تتكون من التدريب رقم 8، يتكون فريق الكشافة في مدرسة النور الأساسية من 18 عضوا، إذا كان لدى المعلم 7 قبعات و13 راية، فكم قبعة يحتاج ليحصل كل طالب من أعضاء الفريق على قبعة خاصة به؟ إذن هاي أريد أن منكم يا حلوين أن تكونوا أنتم جملة الطرح هنا بوضعها هنا، نكون جملة الطرح بكتابتها عند الحل، تكون جملة الطرح من المطروح ناقص المطروح منه ناقص المطروح يساوي ناتج الطرح. أترك لكم الفرصة بحلها على الكتب والمتابعة من الأهل دون مع التقديم القليل من المساعدة، الاعتماد الأكبر بتمنى أنه يكون على الطلاب. نستكمل الشريحة التالية، تمثل لعبة، نريد أن نلعب معا هذه اللعبة الرائعة التي تؤكد على عملية الطرح، التي تؤكد على جملة الطرح تؤكد على والناتج، جملة الطرح والناتج. جملة الطرح هنا 19، ما خلينا ناخذ أعداد 14 ناقص 4، مثل ما قلنا سابقا نريد أن نحل هذه المسائل ذهنيا، 14 ناقص 4، 15 ناقص 5، 16 ناقص 6، نريد أن نحلها ذهنيا، 14 ناقص 4 جملة الطرح والناتج هو 10، 13 ناقص 3 جملة الطرح والناتج هو 10. نلاحظ أن جميع طرح هذه الجمل الطرح الناتج هو 10. 18 ناقص 8 جملة الناتج هو 10، وبقي لدينا 19 ناقص 9، نعتبر هذه الجملة استكمالا للدرس التالي وهو الطرح ضمن العدد 18 ثانيا، نريد أن لا نستبق، ولكن 19 ناقص 9 بطريقة ذهنية أيضا يكون الناتج 10، وإحنا تسبقنا وضعناها قبل. وبذلك نختتم درسنا لهذا اليوم، بتمنى من الأهل الكرام أن يضعوا مسائل إضافية على الدفتر لأبنائهم التلاميذ حتى للتثبيت والتأكيد على الطرح ضمن عدد 18 وخاصة الناحية الذهنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل لكم اليوم بإذن الله الدرس الثالث بعنوان الطرح ضمن العدد 18 ثانيا، صفحة 55 للصف الأول الأساسي، صفحة إن شاء الله 55 و56 لمدارس نور الهدى الأساسية. نبدأ بعون الله. نقدم لكم الصفحة الأولى التي تمثل الجمع ضمن العدد 18 باستخدام النقود. جمع بعض طلاب الصف الأول 10 دنانير، وتبرع أمير ب4 دنانير، إذا اشتروا منها غطاء لطاولة صفهم ثمنه 8 دنانير، فكم ديناراً بقي معهم؟
يمكننا تمثيل هذه المسألة من خلال الاعتماد على الآحاد، ونعتبر ورقة 10 دنانير هي فئة العشرات. إذن لدينا 10 واحدة و4 دنانير التي تبرع بها أمير، وجمع جميع طلاب الصف 10 دنانير وضعوها في ورقة واحدة تمثل فئة العشرات. يمكننا حساب ما بقي معهم كالآتي: نعطي البائع 10 دنانير فيبقى منها، وأيضا نستخدم عملية الشطب. هنا فككنا 10 دنانير إلى 10 دنانير ورقية متفرقة، أي كنا نمثلها للتلاميذ في الصف من خلال 10 شاكل و10 شواكل متفرقة. فبإمكان الأهل مساعدتنا في تطبيق هذا التمرين. مثلا إذا شطبنا ثمن غطاء الطاولة وهي 8، نشطب 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن المطروح منه 10 ناقص المطروح 8، 10 ناقص 8 يكون الناتج هو 2. والـ4 دنانير إذن 2 لدينا هنا، بقي دينارين، وأيضا تبرع أمير بالـ4 دنانير، هي هنا 4 دنانير، 1 2 3 4، والدينارين اللذان تبقيا ناتج الطرح من 10 ناقص 8. إذن بتمنى من التلاميذ أن يتعاون معي والكتابة على الكتب المدرسية صفحة 55، نفتح جميعا صفحة 55 ونكتب هنا 4 زائد، إذن هون دخلنا عملية الجمع لتوضيح عملية الطرح، 4 التي تبرع بها أمير زائد 2 التي ناتج الطرح من 10 ناقص 8، إذن 4 زائد 2 يساوي 6. أتمنى من التلاميذ الحل على الكتب ومتابعة التلاميذ. إذن 14 ناقص 8 وهو 8 غطاء الطاولة، الناتج يكون إذن هو 6. ننتقل إلى التدريب الثاني، الوردة رقم 2، أجد ناتج الطرح. هون عندنا أيضا نريد أن نستخدم هذه الأشكال، عبارة عن أقمار عددها 13 قمرا، اللي هي نسميها المطروح منه 13 قمرا، نطرح منها 8. 13 ناقص 8 المطروح هو 8. حبسنا أو حشرنا 8 أقمار، الباقي وهو غير المحبوس داخل هذه الدائرة، المحصور، الباقي المحصور هو كم قمر بقي غير محصور وهي 5. إذن 13 ناقص 8 يكون الناتج 5. وأتمنى من التلاميذ الكرام المتابعة في كتبهم والاعتماد على أنفسهم مع مساعدة بسيطة من الأهل. هنا أيضا نستخدم هذه كتاكيت الصغار، لدينا 12 منها، قمنا بحصر 9، 12 هو المطروح منه، والتسعة في جملة الطرح التالية، 9 هو المطروح، 12 ناقص 9، حصرنا 9 منهم، يبقى الناتج ناتج الطرح ما بقي دون حصر، إذن 3. ننتقل إلى الشريحة التالية، نريد أن في هذا الدرس أن نوضح ونبسط عملية الطرح بالاستفادة من مكونات العدد. مكون العدد هنا 14، إذا حللنا من خلال عملية التحليل والتبسيط للتلاميذ حتى تصل لهم عملية الطرح ضمن العدد 18، وذلك بتحليل العدد 14 إلى منزلتين، إلى منازله، يتكون العدد 14 من آحاد وعشرات. المنزلة الأولى منزلة الآحاد، والمنزلة الثانية هي منزلة العشرات. لدينا هنا الآحاد، يوجد في 14 4 آحاد و1 عشرات، إذن 10 واحدة.
إذا نريد أن نستفيد من عملية الطرح ضمن العدد 18، وذلك من خلال الاستفادة من التحليل إلى مكوناته، مكونات العدد من ماذا يتكون من آحاد وعشرات. العدد 14 عبارة عن 4، أي 4 آحاد زائد. إذا نريد أن نستفيد من عملية الجمع لتبين وتوضيح عملية الطرح، 4 زائد 10، تتكون ال 14 من 4 زائد 10. هيا بنا نطرح ما يلي: 14 ناقص 8. أيضا نريد أن نستفيد من تحليل ال 14 حتى نصل إلى طريقة مبسطة للطرح. في حصة سابقة كنا قد بينا أن عملية الطرح تكون 14 ناقص 8، نضع العدد الكبير في رأسنا 14 ونبدأ بالعد التنازلي هكذا، مثلا 14 13 12 10 9 8 وهكذا بالعد، ولكن هنا نريد أن نستفيد من عملية تحليل العدد في عملية الطرح. مثلا 14 تساوي 4 زائد 10 ناقص العدد الثاني وهو العدد 8. 4 نضعها كما هي، نضع زائد 10، نستفيد من 10 ناقص 8 حتى يستطيع الطالب أن يطرح بصورة ذهنية. 10 ناقص 8 هو على السريع حيقول 10 ناقص 8 يساوي 2. إذن 4 زائد 2، 4 زائد 2 يساوي 4 زائد 2 يساوي 6. انظروا إذا بسطت الطريقة بصورة سهلة. أيضا إذا رجعنا إلى الطريقة التنازلية 14 13 12 11 10 9 8، كم أصبع تبين لنا أن عدينا 6 أصابع، وأيضا الجواب نفس الشيء، 4 زائد 2 يساوي 6. إذا استفدنا من عملية الجمع في توضيح عملية الطرح. ننتقل هيا بنا نطرح ما يلي أيضا: 16 مثال آخر، 16 ناقص 9، نحلل 16 إلى 6 زائد 10 ناقص 9، نضعها مثل ما هي، 9 تنزل مثل ما هي، 6 نضع 6، نضع بين أقواس 10 زائد ناقص 9. طبعا سهل على جميع التلاميذ أنهم يطرحوا 10 ناقص 9، 6 نضعها مثل ما هي، 10 ناقص 9 يساوي 1، 6 زائد 1 يساوي 7، وبهكذا 16 ناقص 9 يساوي 7. وإذا كمان استخدمنا طريقة العد التنازلي يكون قد عدينا 7 أصابع، إذن 6. إذن هذه طرق لتبسيط وتسهيل عملية الطرح لدى التلاميذ حتى يستخدموا الخيال فيها. أريد منكم اليوم واجب بيتي بمساعدة الأهل والمتابعة من الأهل، أنه نستفيد من نفس الطريقة اللي تعلمناها سابقاً، 11 ناقص 7 بطريقة التحليل، 11 تساوي يوجد 1 زائد 10 ناقص 7، لأنها 11 تساوي 1 زائد 10. هون استخدموها بطريقة أبسط، ال 11 تساوي 1 زائد 10 ناقص 7، الواحد نزلناها 10 ناقص 7، سهل إنهم يعرفوا 10 ناقص 7 يساوي 3، 1 زائد 3 يساوي 4، إذا 11 ناقص 7 يساوي 4. الثانية خلينا نحلها لحالنا يا حلوين يا أطفال، أنا متأكد إنكم شطار عشان تضلوا متابعين معنا لما نرجع إن شاء الله للمدرسة بخير وسلامة، تكونوا على نفس الوتيرة وماشيين معي بإذن الله. وبذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننهي درسنا لهذا اليوم وأراكم بإذن الله في درس قادم حتى نستكمل الدرس اللي بعد، تكمل للدرس الطرح ضمن العدد 18 ثانيا، نستكمل الصفحات اللي بعدها. بتمنى إنكم تحلوا على الكتب وتضلوا متابعين معي وبمساعدة بسيطة من الأهل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.